الحجم سوق عصري يتوفر على كل الشروط لاستقبال الخضر الفواكه اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء الاسماك ان فابريك لا غلاس دي فريغو باش نحافظوا على المواد هذه، وبالتالي لان الولايه ولايه كبيره تستاهل باش يكون عندنا سوق بهذا الحجم وبهذه المواصفات. اذا مبروك علينا وعلى الساكنه وعلى الولايه. اذا انا نشكر تفاهم قطاع النقل سي طلحه اللي كان سعى جاهد شخصيا بتغيير هذه المحطه بالتنسيق مع وزاره الوصيه، كانت فيه موافقه تاع السيد وزير النقل لتحويل هذا المرفق الى سوق او الخدمات لفائده المواطنين. النقل لا يقل شانا على السوق، والسوق لا يقل شانا على الخدمات اللي لازم تقدم للمواطنين. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.